سمعينا، مرحبا بكم معنا برنامجكم راجا كافي. كنا كنهضروا في الاوف بيان سور، لان معنا سي هلال الطير اللي هو ابو سعيد مدرب السي فوزي البنزرتي، تيحضر بالنيابه عليه. وان شاء الله خدينا وعود انه يقدر يكون معنا الاسبوع المقبل ان شاء الله برنامج راجا كافي بعد مباراه الدفاع لا تكون الحد. كذلك عادل كاروشي لاعب فريق باش نقول البوست، لان البوست سي اونسيان لاريا غوس ديال الرجاء ولا لاريا دروا. ما غاديش نسالي هذا الكلام، كنرحبوا بالاخوان سمحوا لي وبالحضور اللي معنا اللي حاضر معنا في بلاطو هنا في التنادي الرجاء. بداو بهلال. هلال اهلا بك، مساء الخير، تحيه لك ومستمعي رجاء كافي وراديو مارس. مرحبا سي عادل كاروشي. مساء الخير محمد امين، ومساء الخير بالمستمعي الكرام. مرحبا سي علي. سي علي سكنتي في جديده ولا في كازا؟ بعدا سكن هذا اللي غتقال ديفينيتيف. لا في المحمديه، انا اصلا ولد المحمديه. عارف ولد المحمديه ولكن بعد شحال ملي تمشي جديده ما تيبقاش مثلا عثمان العساس تلاقيت معاه واحد المره قال لي ودي راه جيت واحد العام صافي وانا ندير داري هنا وبغيت نسكن هنايا. كنت عارف هذه القضيه ديال انا صراحه دوزت ربع سنين في جديده صراحه. ناس الله يعمرها دار. كنت مولا هنا هذا الله يعمر دار جبيتي صاحب. الناس يقول لهم الله يعمرها دار باش يجي يكونوا معك رطبين نهار الاحد. لا بالعكس، لا والله، لا بالعكس والله العظيم. بعيد على الكره، بعيد على شي ناس صراحه الله يعمرها دار. لعبت معهم ربع سنين، عمر الحمد لله لقيت معهم شي مشكل. انا اصلا ولد المحمديه، وبالعكس كنمشي للجديده عندي صحابي تمايا كنشوفهم. ما كاينش مشكل. لان هلال اللي غي الاسئله ديال المستمعين ديالنا لي اس ام اس 35 سيدي غام تي تي سي فيهم الاسئله ديالكم. الرجاء دابا هذه مده ملي كنا كنتلاقاو هلال حتى مع مصطفى كنا كنقولوا كيتبنى بعيد الرجاء على اللقب. كنا نقولوا واش الرجاء قدر توصل؟ شاءت الاقدار تيقول لي واحد يا ربي كل شيء ممكن في الكره، انه الله كما كنقولوا. ملي كنقول شاءت الاقدار باش نقول الله، لان الله على الجميع، عند الدراجة، عند تطوان، عند الناس، عند العالم كامل. شاهد الأقدار أن الآن أصبح فريق الرجاء مصيره بيديه مع مباراة زايدة مع فريق الدفاع. قبل كان كلشي كيشتكي بأن الرجاء ما استافدتش من ماتش روتار، ودابا ولا هذاك الماتش روتار هو لافونتاج اللي عند فريق الرجاء الرياضي. واش كنتوا تيقين وكنتوا عارفين غتوصلوا لهذه القضية هذه، ولا خدمتكم الظروف، ولا ولا بعض النتائج السلبية ديال الفريق المنافس هو المغرب التطواني؟ تفضل سي هلال. هو حسابيا رجعنا يعني من بعيد، لكن اظن بان الفضل كله ترجع يعني من بعد الله سبحانه وتعالى. العزيمه ديال اللاعبين وجميع المكونات ديال الرجاء لا اظن بانها محض الصدفه. هادشي من بعد يعني كانت واحد خططنا لهذا العدد النقاط اللي نقدروا نحصدوه، حالفنا التوفيق والحمد لله كما قلتي بان المصير ديالنا يعني لاول مره ولا بين يدينا. عندنا كذلك لافونتاج باش نلعبوا مقابله مؤجله ضد فريق الدفاع الحسني الجديدي الاحد القادم، يعني الباب مفتوح على مصراعيه باش نحافظوا على اللقب ديالنا. ظروف قائمه كذلك، حنا تنحترموا المتصدر، تنحترموا فرق الرياضه وجميع الفرق المنافسه. تنظن بان سي انكور جوابل، والحمد لله بالعزيمه ديال اللاعبين قلنا غولونسي لو شامبيونا. المستفيد الاكبر هو المتتبع الرياضي المغربي، مستمع المتتبع الرياضي بيان سور، لان ما وقع في المغرب وقع في الاسبان وقع في لونجلتير بين ليفربول مانشستر سيتي، بين في الاسبان اتليتيكو مدريد ريال بارسيلون، او وبين الرجاء وفريق المغرب تطوان ما تلعبوش نفس المستوى ولكن بلو ميم سسبانس. لان الى الرجاء ربحات مع جديده اكيد واننا غنعيشوا ماتش اكسبسيونيل ديال الدوره 29. انتم كلعابه عادل بعد لاكوب دي موند هبط شويه الكوربه ديال فريق الرجاء، كلشي لاحظها من بعد كنتوا تقيم تقدروا ترجعوا، تقدروا تمشيو، تقدروا تقلبوا على الشامبيونه. تفضل سي عادل. بطبيعه الحال الحمد لله احنا رجع المستوى ديالنا. الوقت اللي دوزنا كوب دي موند الحمد لله دوزنا مقابلات في المستوى، كانوا مقابلات اللي كانوا قراب بعضياتهم من بعد جات الشامبيونه. الحمد لله ضاعوا لنا نقاط حاولنا نعوضوهم في المقابلات اللي جاوا. الحمد لله كنتمنوا باش نبقاو على هذا المستوى هذا. باقي لنا ثلاثه المقابلات اللي باقي حتى شي فريق دابا ما حسن في البطوله. لا كاين، شوف عادل، ثلاثه كاين الرجاء هي اللي بديها.
الرجاء اللي ضيعت واحد من الثلاثه كتخلي الحظوظ ديالها اطر اكوتي. في تطوان تقدر تعادل لان عندها لافونتاج دي سي دي سي بوين. دونك هذا هو الحساب اللي كي ولو انتم الحساب العام كتخش انتم كتدخل التيران ما يمكن الامال كبرات الان عندكم عند اللعابه ولات كتهضروا اكثر على اللقب اكثر من اللي كنتوا قبل كتهضروا على الدوزيام بلاص ولا هذه المسائل. احنا شنو نقول لك، احنا فريق الرجاء البيضاوي اللي فريق كبير وفريق اللي كيلعب على الالقاب. احنا المشروع ديال الفريق بان نشاركوا في الشامبيونز ليغ ونمشيو فيه مزيان، ما سهلش الله، بقاتنا غير شامبيونه قلنا صافي خصنا نلعبوا على الشامبيونه. بدينا بدقه دقه صراحه، دابا باقي ما كيف قلت لك باقي ما كاين والو. احنا باقي عندنا ثلاثه المقابلات، احنا كنشوفوا مقابله بمقابله. عندنا مقابله ضد فريق الدفاع الحسن الجديد اللي ما غتكونش مقابله سهله. احنا غندخلوا باش نديو 3 بوين، احنا ما كنشوفوش دابا في تطوان ولا في هذا، احنا كنشوف راسنا خصنا ثلاث الماتشات نفوزوا بهم واللي مكتبوا الله احنا غنديروا اللي علينا واللي مقسموا الله راه غنشوفوا كل شيء بيد الله. ذكرتي الدفاع ففي الحديث ديال الاول فبتي ميساج ديال سامبا ديال السي عبد الحق بن الشيخه اللي كيتكلم كيولي يسلم عليهم فخير كاملين وديا كاروشي فيان جديده اون تو دون لو رون بوان غيعطوك رون بوان و20 نخله 20 بالمي اي جي لو انتريني ا تونس اي سي ان تري غون جوار. كان المدرب ديالك وقيله في تونس سي عبد الحق؟ الصراحه السي عبد الحق بن شيخه مدرب كبير وانا كنحترمه وكان صراحه وقف معايا رغم لقيت صعوبه تما لان كان واحد المناجر الله يسمح ليه اللي كان ما كانش كان داني من هنا ولكن ما وقفش معايا. سي عبد الحق بن شيخه اللي وقف معايا صراحه حتى قديت الكونترا وقديت كل شيء باش تعرفت السيد صراحه اللي كيتميز بواحد الاخلاق عاليه لان اصلا تونس كيبدا يقول لك مروكي 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 طرا واحد النهار باش يوقف سيونس وقال لهم بان ماشي مروكي ولا هذا ولا احنا كنا عرب عيطوا ليه بسميتو. زعما شي حوايج اللي بقاو راسخين في الذهن ديالي الحمد لله كيبقى مدرب كبير وكنحترمه بحال الاب ديالي. هلال الماتش ديال الماس امام فريق الرجاء الطرد ديال مابيدي اول حاجه تعليقكم على الطرد لان شحال من رجاوي قال لي الطرد ولكن واش الطرد فعلا لا يستحقه مابيدي؟ تفضل هلال. هو الطرد كقرار تحكيمي انا ما شاهدتش اللقطه في المقابله يعني كل السلطه تتبقى عند الحكم مي على حساب لي زيكو فعلى حساب فعلى الاصداء اظنه طرد مستحق. اللي شاف ان الحلحول هو اللي بروفوكا لاقاش هذا هادشي كاين في الكره هو الاصل ديال هادشي لهاد لا بروفوكاسيون جاي من الباسكت بول في عاد لي هارلم ما يسمى في لا بسيكولوجي دو سبور دو جو دو باتات بحال اللي وقع لزيدان في الفينال دو كوب دي موند. داكشي تيكون مدروس تي بروفوكي واخا تيمشي والحد يعني تيفوت اللياقه بوغ فيغ سورتيغ واحد لا بياس ميتريس ولا واحد لو جوغ اللي تيشوفو يقدر يمثل خطوره عليهم. هادشي عادي حنا كل لوم على رد الفعل. اكيد بان ما بيدي كشخص انسان هادئ الحمراء ما درت سي اذا هو ما دواش كان التصرف ديالو انا تفسيري بان ما بيدي اي طومبي دون لو بييج الا كان تيسمعنا على ذكر ما بيدي ابخي عادي لي تيموان في الفيستير لقيناه يعني يدري في الدموع اون بلوغ واعتذر للمجموعه وحنا كاع ذلك وربا درات النافعه باسكو سي فري سيناريو غير منتظر لكنه زاد الحماس الى دوبلي ذاك لاغاج دو فانكر لونفي دالي دو فيغ ميو يعني في هذا النقص العددي كان فيه خير واللاعبين كانوا زعما قد كانوا بطوليين مشكورين مشكوره كذلك الجماهير اللي رافقتنا جو بونس من بعد رجعوا القراءه التقنيه لكن طرد ما بيدي وارد في الكره يعني فا يكون اكزومبل ما نطيحوش هذا نداء لجميع اللاعبين ديالنا اون بيزوان دو تو الموند كل شيء مهم حنا خصنا تابعين واحد ثلاثه ديال المقابلات اللي خصنا فيهم نديرهم ان باركور سون فوت يعني باش ما تشوفش ان الحكم اعصابهم لعبت عليه اللقطه ديال الجمعيه الثانويه اللي ما طردش فيها مال بيدي غتنعرفوا الاربيترات في المغرب راه شويه تتبعوا كل شيء ممكن لان ما بيدي نورمالمون نهار الجمعيه الثانويه كيخصو ياخذ حمراء شوف ويمكن هو اللي تسبب في ذاك الخطا اللي داروا الحكم وعطى بينالتي غير شرعي ولكن ما تشوفش ان داكشي الحكم جا ديريكت كلشي بوسيبل الا بغينا نمشيو عاوتاني حنا في هاد في التاويلات اللي تقدر تكون جائره في حق هذا الحكم او ذاك قبل هاد اللقطه كان ابارامون ديال ياجور فوالا سيتي اسماعيل ايتي لو دوغني دوفونسور ولكن ما غاديش يجي البوطو
كان شويه التراجيكتوار وتما كيتبدل الحكم التقديري ديال الحكم. يعني اللقطه كتدخل فيها السلطه التقديريه ولو انه هي لقطه تاديبيه لان اللاعب استعمل الكود المرفق هو الكود اوتوماتيكمون طرد. انما واش الحكم دخل؟ لا هو انا انا تنشوف بان القرار شويه كان صارم. هذا هو اللي كاين. كان مثلا كارتون جون سوفيغا فهمتي كارتون روج مباشره. ديك التعبئه اللي كانت قبل الماتش بزاف هي اللي خلات ما بين يدخل في هذا انكم شارجيتوا اللعابه قلتوا سي سال وماتش لا سيزون. لا 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 حنا سي فري اون موتيفي لي تروب. لا باش كما قلت حل حل كي لا بروفوكي. حل حل ماشي معنا معاهم. اذا امون افي سيتي داك الشيء بري فابريكي هما بغاو يخرجوا لنا شي واحد باش يكون ناقص عدد. امون افي والله اعلم. اذا ما ندخلوش حنا فا با فيغ ان بروسي دانتونسيون. حنا ما بيدي خرج ربحنا بلا بيه نتمنى ان شاء الله باسكو ما بيدي نوبلي با راه لو بيتور ديال ديالنا الي كان ديسيزيف اكثر من مره ماشي لانه قام بهذا. حنا اون دوا سوتونيغ ما بيدي حنا كطاقم اللاعبين كذلك ازروه و بوغ دي دراماتيزي شويه اكيد بانه ماشي ما خصوش يتعاود ويكون مثال للجميع قدوه للاعبين باش هادشي ما يتعاودش. هو اللي اكيد هو ان من الكوب دي موند هنا ما بيدي واحد اخر سبال ما بغينا نعرفوا يمكن هو اللي تقريبا قرب ما بيدي يلعب معك او حسن من ما بيدي يلعب معك في جديده اللي كان لو روندمون ديالو كان كبير وكان تقريبا هو لو باسور ديسيزيف هو لو مونور اللي عوض شيئا ما رضا الرياحي بعد الاعتزال ديال كره القدم عادل. بطبيعه لان في جديده كان عنده دي رول بلوز اوفونسيف على اللي كان فيها في الاول فريق الرجاء الرياضي قبل ما يدخل في هذا الروجيستر. جيت تفضل عادل. بصراحه على ذكر رضا الرياحي صراحه رضا الرياحي ما يعاود حتى شي واحد في جديده وعمر شي واحد في ذاك البوست غيكون بحال رضا. كنتمنى ان شاء الله من القدام. ما بيدي صراحه اللي ظهر بواحد المستوى جيد في جديده. هو كيسجل في جديده وحتى في ليكيب ناسيونال الوقت اللي كيمشي كيماركي. الوقت اللي جا هنا صراحه فريق الرجاء البيضاوي ظهر بواحد المستوى جيد خصوصا اللي بدا كيلعب مقابلات هنا في الرجاء. الحمد لله ظهر بواحد المستوى جيد وكيعطي دي باس ديزيسيف. الحمد لله اللي انسجم مع المجموعه في ساعه وكيف قال سي هلال اللي سجل اهداف حاسمه. اهداف حاسمه. هلال ذكر واحد النقطه واش من خرج ما بيدي تحت ما حس بالنقص واش دوك لو فيت ان المدرب فوزي بنزرتي تيعطي عطى الفريق الرجاء روجيستر اوفونسيف. ما تنقولش ان المدرب كان قبل ما كانش عاطي لان يعني الارقام تاهي مع المدرب السابق اللي هو سي محمد اللي العام اللي فات راه كانت رجاء اقوى هجوم اقوى دفاع جميع شي ارقام معاه. انت تنقول على الكره كاين دابا واش هذيك القضيه انه فريق الرجاء الان اصبح فريق ما تيتخوفش هي هو اللي خلاتنا ما نحسوش بالنقص ولا انتم كنتوا باغيين وعندكم الرغبه كبر وبغيتوا تعوضوا ذاك النقص ديال المابيلي. تفضل سي عادل. الخروج ديال مابيدي بالعكس عطانا واحد اللعابه كاملين ما حسيناش بهذاك النقص. الحمد لله ضاعفت الجهود والكل بين على الرجوليه ديالو داخل رقعه الملعب لان ما كان عندنا حتى شي خيار في هذيك المقابله غير الفوز. الحمد لله الدراري من اول دقيقه حتى الاخر دقيقه كانوا مكونسونطري رغم الخروج ديال مابيدي اللي ما اثرش فينا بشكل كبير لان كون بقى مابيدي تقدر ما يكونش خير علينا. ولكن الحمد لله كان المهم هو 3 بوان اللي كيف قال استهلال بانه الوقت اللي دخلنا الفيستير لقيناه كيبكي حتى هو ما تقبلش بانه يخرج ويخلي صحابه. احنا صراحه اللي تقبلنا الاعتذار ديالو وقدرنا الظروف ديالو. كنتمنى ان شاء الله غير باش ما تعاودوش تكون عبره اللعابه كاملين باش ما نبقاوش نطيحوا في هذا الموقف. بيان سور جوج ماتشات اللي غيتحرم منهم مابيدي حاليا هما مهمين في التاريخ ديال فريق الرجاء غيدخل التاريخ اليوم ديال جديده وديال تطوان. دو ماتش يعني قرار نهائي في القانون ولا بيان سور قرار نهائي في القانون دو ماتش طال كارتون روج. انا ما عرفتش شنو ما هو اداري مي زعما كارتون روج دو ماتش ديريكت شنبقاو ما كاينش فيها دو ماتش ديريكت بالنسبه للفريق. واش الرجاء غطلب ان جوستومون اش بغيت تشوف الطرق الاداريه مثلا ما هو اداري ما عرفتش بالضبط واش اداري يقدر يدير الرجاء القضيه هذه ما عرفتش انا ماشي النصير شوف سي العالمي لا يعني سي فوزابل العالمي راه عنده مع النصير سي فوزابل تسمى بيرز باش يخفوا من العقوبه سي فوزابل كما وقع مع انديه اخرى. نعم هذا هو القضيه في النقاش. رجع معك الماتش قبل كان شكوك على مشاركه الراقي الصالحي ومره اخرى علامه استفهام على سي عبد الكبير الوادي
اللي الجماهير الرجاويه مازال متعطشه انها تشوفه من بعد الشان. عندنا ماتش واحد مع فريق الرجاء كان امام فريق السيراميوني ديامونت ستار، ما بقاش من بعد شافوا الجمهور الرجاوي. تفضل سي هلال. بالنسبه للاعب الوادي يعني اكيد بان لعنه الاصابات تطاردو، بان بوجه جيد في واحد المقابله ديال عصبه الابطال، كذلك الجميع تشهد بالمواهب ديالو بالاكسبلوزيفيتي ديالو يعني الي ابيل دون لو جو، زعما يقدر يقدم واحد الاضافه للمجموعه. مع الاسف يعني تصاب لا ريسيديفي، الاصابه ريسيديفات يعني رجعت، يعني اكيد بان الطاقم الطبي بصدد باش يشوف هذه الحاله باش يعطينا حكم نهائي وعلى الحاله ديالو الصحيه. رافقنا المدينه فاس باش يدير لي سوان نيسيسير باش ما يبقاش بوحدو. الحاله ديالو في تحسن يعني، مي في الوقت الراهن يعني انا ما نقدرش جو بو با فو دير سكو جونيور، يعني طبيب الفريق هو يعني هو الاجدر. تدخلوا لونطريمون بترخيص من الطبيب؟ اكيد اكيد، لا ما شعرش الدور الخضر ما يدخلش، حيت هذا هو الناس كتسول واش تشخيص ديال الحاله ديالو واش هو في المستوى. لان علاش اللعاب دابا كيدير كيوقع له نفس القضيه، هو فيما تيقرب الماتش قبل ماتش الديربي وقع له نفس المشكل في بوسكوره، وقبل هذا الماتش وقع له نفس المشكل، كانت اخر حصه قبل تشول فاس وانه تصاب فيها. واش اللعاب التشخيص ديالو دار بعمق ودار بالطريقه اللي خصو يدارو؟ اللعاب اللي كومام كلف ميزانيه فريق الرجاء ثمن كبير نظر المواهب ديالو والقيمه ديالو كلاعب اللي ماشي سهله، وشفناها كنا بطوله افريقيا اللاعبين المحليين. تفضل سي هو اللي تي هذا سؤال بغيتي تعفى منه، ما كاين حتى مشكل هنا، انا ما عنديش لا جو في اوتو تقدر تكون ماشي اختصاص كان ما عنديش هو ماشي اختصاصي اكيد، مي الاصابه يعني وارده. علاش رديناه موضوع؟ لان هذا اللاعب حديث جديد في الرجاء و سي با لا فالور ديالو هي اللي جابته، يمكن هذاك القيمه الماليه كنتوا باغيين نتوما من داك العام فوالا القيمه الماليه ديالو يعني الميغيت باش يكون في المجموعه ديال الرجاء باش امون افي اون دو با فيغ اني ان فو بروسي. شكون زعما ما كنشكرش شكون السبب، واش اللاعب خدا وقت في انكم تشخصوا الحاله ديالو؟ هذا هو السبب، كشي علاش حنا عندو توت فاسون لا السبب، لان يقدر يوقع ويدخل اللعاب كاع وتوقع له بوحدو ويطيح يشد ابراهيموفيتش على اعلى مستوى غادي كيجري طاح راسو. دونك انا مثلا السبب ما الانسان كيقلب على الاسباب غادي فوالا. اذا هذا هو اللي اذا هذا الشيء وارد في الكره و فوالا، اذا اون دو باسي اوتخ شوز، نتسناو بعد الحاله ديالو. في نظرك هل اللاعب يحتاج للراحه نهايه الموسم او لا بامكان يمكن تستافدوا مره اخرى؟ في نظرك انت خلال الخبره ديالك كنعرفوا ان انت قريب من اناتومي، قريب من هذه المسائل هذو، كتعرف شنو هو الجوار في هذوك لي كاب بديك الطريقه. تفضل سينا. هو ستون يعني ابارامون ستون ديشور فهمتيني، واش كاين افيك ايماتوم، شحال من سنتيمتر فيها، بزاف ديال الحوايج كي ديتيرمين لا دوغي دو تريتمون فهمتي. اذا سي فري احنا على بعد ثلاث اسابيع، اسكو بو ريكوبيري الوادي ديسي الماتش ديال تيتوان او الماتش ديال اسفي؟ يعني علامة استفهام كبيرة، سي ان بو تو دو باش نجاوبك على هذا السؤال، هذا الشيء سابق لاوانه. اذا في هذا الاسبوع الجاري غادي تكون عندنا معلومة اوفى باش نجاوبك بدقة على بالنسبة لعصام الراقي ياسين الصالحي. شاركوا في المقابلة، أكيد بأن عصام الراقي ما عنده حتى شي حاجة غير لا ماليول عنده، منين تيلبس الصباط صافي مالامب، مي يعني واحد الصبر كبير وواحد لو كوراج، وحتى هو في الخطاب ديالو مع اللاعبين طمأنهم بأنه غادي يشارك في هذه المقابلة. اللاعبين كذلك ساعدوه بزاف ديال لي طاش داروها، عاونوه بزاف، ردوا له البال بأنه ني با 100%، والحمد لله كل شيء يدوز بسلام. اللاعبين مشكورين، قدموا واحد الاداء بطولي في درجه حراره عاليه جدا، يعني اول مره تلعبوا في اون تيل تمبيراتور، واحد الحراره كبيره والضغط كبير والحساسيه ديال المقابله ترجعوا لهم بعد. حساسيه ديال المقابله عادل ماتش، واش هذا اهم ثلاث نقاط عند الرجاء في هذا الروتور سي عادل؟ حسينا الرجاء ديال العام كان المشكل ديالكم هو المباريات خارج الميدان، يعني اللي حسبنا مقارنة مع الأعوام السابقة هو أنكم ربحتوا الحسيمة والجيش في جديدة وربحتوا هذا الماتش هذا،
تقريبا هذا الماتش لعبتو خارج الميدان كاين الا ما خاتنيش الذاكره. نعم لا لا الوداد الله يهديك الله يهديك ياسين دير بها في دار بيضاء. هذا هو الماتش اللي دير بحال الرجاء خارج الميدان هذه السنه هذه. تفضل سي هادي. هذا المقابل اللي لعبنا ضد ضد المغرب فاسي اللي 3 بوين اللي كانت مهمه بالنسبه لنا. كيف قلت لك بالروح القتاليه اللي كانت داخل رقعه الملعب. مشكورين اللعابه على الاداء اللي قدموا رغم الخروج ديال كبير اللي سبقنا وقلنا ديال مابيدي. الحمد لله قدمنا مقابله كبيره رغم مغرب فاسي اللي بغى يخلق فرص اللي ما سجلوش علينا. كنا فقط الله كيتيروا من بعد ما دخلوش الكاري. واش كان عندكم دي كونسين ولا هما ما قدروش ولا انتم كان عندكم الحماس كبر منهم ما خليتوهمش يدخلوا عندكم الكاري لان ولا كره ما دخلوا بها الكاري. فريق المغرب فاسي كان فقط الخطوره ديالهم كلها ملي تير برا الكاري. تفضل. وبطبيعه الحال ملي كتشوف الفريق ديالنا منتصر وفريق المغرب فاسي غير بغي يسجل حاولنا باش نحافظوا على النتيجه لان كل ما كان كيهمنا في هذيك المقابله هو 3 بوين. حنا اصلا من سلا وحنا كنقولوا خصنا نربحوا هذا الماتش. هذا الماتش جاي تنك تقول خسر ديما كتبقى طموح خصوصا البطوله ما بقاش ليها بزاف. هادشي علاش دابا حنا كل مقابله كنلعبوها فينال بالنسبه لنا لان 3 بوين هي اللي كتهمنا. 3 بوين اللي تتهم بيان سور اللعابه تيدخلوا. ناخذوا لي اس ام اس في مساله ديال المستمعين. ما بيدي كونتر بو جوي كونتر لو دياجي نو 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 كاينش هادشي. ما بيدي ما با جوي تيقول لك اس ام اس اخا لو بيان دو كوتي ديسيبلين دو كلوب باسكو ان كون كلوب دوا افواغ بلوس دو ريغوليتي. ياسين دو نصير عادل انت والهاشمي احسن لاعبين في هذا لو بوست ديالكم احسن لاعبين في البوست ديالكم وفي البطوله اي الواف. دونك الرجاء ربحت مع الواف ومع الحسيمه ومع كذلك الجيش بالجديده وهذه المباراه دي مع الماس. دونك فاس كتكون في الخير على فريق الرجاء الرياضي. البطوله امين علاش ما دخلتوش خالد في 11 بطوليست واش ما دايرينش عليه النقابه؟ نو 11 بطوليست هو واحد القضيه تنديروا فيها الاسماء 33 اسم والناس كتختار 11 ماشي حنا كيدخل الموقع الرسمي وتيختاروا 11. سالو على ديمارس مسيو كاروشي ناري ناري ديال جيا جيا دو البهجة هاشم البروج ياسين دو نواصر خويا عادل ماركينينا شي كفرة بحال العام الماضي. عبد القادر خويا امين شاءت الاقدار نعم الاقدار كنشكرك انك استهلت حلقتك هذه بمحتوى الاس ام اس اللي رسلت لك شنو هي هذه فاش التشكيله التي ستكون المشاكل ما فهمتكش اخويا عبد القادر مزيان في الاخر. بونسوار امين جو سالو هلال كاروشي معك عبد الله المعريف الوالده موجده العاقه خص غير المشاركه. لو ديرني ماتش دو غاجا فا دوني لو تيتر دو تيتوان دريس دو مكناس. واخويا عادل الله يرضى عليك انت وكوكو بون ترافاي. ياسين نواصر خويا عادل كوكو عادل قول له معنا قولوا معنا الكازون ما بقى قد ما فات مال يا جور مع المدرب. الى سولت السؤال غيتقلق هلال ويجاوبنا بحال الجواب اللي جاوب في مراكش. دونك نسول السؤال يقول لي سولني على شي حاجه اخرى ها قضيه لا لا شرحتها في معطيك كنت سمعتيني برنامج المريخ شرحتها وقلت لهم ودي هلال راه عيط وبيه في السر كيفاش كانت النقطه. مي الناس كلهم لاحظت ان يا جور فاش خرج دوا مع المدرب بالضبط واش قال له علاش خرجتيني ولا لابري يا جور سال الماتش وشفنا كيشجع اللعابه. مي كتعرف دابا حنا في واحد الوقت اللي الناس كتحس شادو الفاده ما يمكنش تفلت لقطه بحال اللقطات هذا واقع كاين كيشوفوا يا جور استفسر مي شنو قال الناس نقدروا يديروا تاويلات بزاف المحتوى ديال الكلام ماشي لو جيست. يا جور انسان اللي تيبغي سيتان هو جوسكو بوتيست خصو يلعب حتى الدقيقه 92 اكيد بان ارتئينا باش نغيروه باش نعطيو طون دو جو لبرزوق لكن سيتي با ميشون لا رياكسيون ديالو زعما كان تيمني النفس باش يلعب وقت اكثر مي ما كانش حديث مع المدرب او مع شي فرد في الطاقم التقني سيتي اون رياكسيون نورمال عاديه دار زعما كان باقيه في يوم اللعب تو سامبلومون عادي
نيفا سيتي با مي شو. هذا هو التعليق ديال الحاله. عادي حيحتي شويه مع الجمهور. الفيديو راه كاينه في راديو مارس تغني انت تو. انا زعما ما عمرني شفت عادل بديك الطريقه. حتى شفتو قبيله في الفيديو مع عمر الطيبي المصور ديالنا وصالح كنقول له بجوج باسو سالو كوكو بالنسبه لعمر الطيبي اللي كيجيني كذلك لي فيديو والصفحه الخاصه بفيسبوك راديو مارس. وصالح حيحتو شويه. انا ما عمرني شفت ديك الفرحه. واش نقول لك صراحه ثلاث نقاط كانت كتكون حاجه مزيانه كيكون الانسان كيلعب مع جمهور. وبطبيعه الحال كتشوف ديك الجمهور صراحه اللي كيجي حتى لمدينه فاس. والله الوقت اللي كنكونوا غاديين كيبان لك الناس في بارتنر كيبانوا لك في كدير لنا اشهار كدير لنا الاشهار كدير لنا يقول في الطوموبيلات عادي. والله في الطوموبيلات والله الا بصح كتشوف في الطوموبيلات كتفرح الوقت اللي كتكون غادي مفرحوا. الحمد لله الوقت اللي سالت المقابله مشينا عند الجمهور فرحنا معهم شاركنا معهم فرحه. والديسك ديالهم هذاك اللي كيعجبني كيعجبك كيعجبني كملتي معهم انا شك حافظ معهم حافظونا حافظونا انت تحيدتوني هاني هاني نحيدوه. حيحتوا شويه انت وسي ياسين الصالحي مع جماهير الرجاوي اللي كانت. راه الرئيس قال كي ربحت راجل البطوله نطلع نتفرج في المكانه. قال عندنا في راديو مارس دونك كل شيء مشى جهه المكان. مي الفوتبول تيدار للبوبليك الفوتبول تيدار للجمهور. فهاد الامسيه اللي كانت كرويه في مدينه فاس دزتو دابا 3 بوان كانت مهمه. شنو هي الاشياء ركزتوا عليها من بعد المقابله في الديسكور ديالكم مع اللاعبين؟ لان نورمالمون كيكون عندكم ديما سبيتش فينال من بعد. شنو هي الاشياء ركز عليها لا الكوتش برينسيبال لا نتوما مع اللاعبين من بعد نهايه المقابله؟ تفضل. بعد نهايه مقابله الماس ايوا يعني كانت واحد الفرحه كبيره اولا في المستودعات وبعض اللاعبين كذلك شاركوا الفرحه. الجماهير ديالنا الغفيره مشكوره على لو ديبلاسمون. بوبليك كينا با ديغال كيميريت ظروف احسن ديال التنقل. فوالا دابا خص كلشي ينخرط في هذه البطوله الاحترافيه ماشي باسكو سي فري تندوزو عليها مرور الكرام مي سي با نورمال بقاش كاين لو ريسك سو ديبلاسي بنادم غادي من فاس لكازا فهمتيني مراكب ما وقف نص بقى لهم ديبلاسمون واحد دابا الاسفي البروبليم يا غديهم هما طامعين يا غديهم هما هازين يديهم مسؤولين على النقل والمكتب كذلك الوطني ديبلاسا ويديروا يديروا دي شي حوايج تيداروا سبيسيالمون لهاد الناس هادو. إليا مويان إليا توجور مويان إلا بغينا تكون عندنا إرادة باش الجماهير ديالنا ديبلاسا إلا بغيناهم يجوا بكثرة وانا نقولوا داير الشاشه كاينه إليا مويان. حنا عندنا اليقين بانهم غادي يحضروا باعداد غفيره بان التيران غادي يدور ان شاء الله كونتر جديده ولا كونتر تيتوان سورتو كونتر جديده باسكو سي لا كلي. بس سينو ني افي با ديسكور زعما بارتيكولي كنا لي فيكولين اللي دوزناه اللي مرناه لحقاش ديجا 3 بوان من الماس هو في حد ذاته ديسكور سي موتيفون اضافه لي موتيفاسيون اكسترانسيك اللي هما المنح المخصصه السيد الرئيس مكتب مسير كذلك ما تيبخلوش على كاع اللعابه. الحقيقه كان السيد الرئيس ان ديسكور افون دو بارتي غافاس زعما الى انا اثار انتباهي الى بارلي دو بوكو دو تشوز خاصه الى دوموندي جوار دافوار دو ميتي هاد لو ميتي و فريمون انا اوكور دو ماتش جي بونسي ا سا باسكو اللعابه بينوا بانهم حرفيه باسكو ا 10 من الدقيقه 9 سي با ايفيدون باش نكونوا واضحين في شراره في حراره بحال هذيك. اذا حنا الى رجعنا للماتش ديال الماس باختصار اكيد بان سي با نوتر بلان دو جو من الاول مي دزنا البلون بي درنا دو ريدو طيحنا البلوك شويه وبينا باننا فريق خطير في المرتدات. كنا نقتلوا المقابله ما مره خاصه في الشوط الثاني هي اللي قلنا في لانجيستون لان لاتاكون اللي خرجتو هو المميزات ديالو انه يمشي في ليزيسباس لاتاكون اللي دخلتو من المميزات ديالو انه تيطلب الكره في البوكس يعني ستاند كور دي سونتر اللي هو حمزه بورزوق. واش ما شفتيش واش شفتي التغيير كان في يعني في محله انه يخرج لعاب ان ديفورور دي سباس اللي هو ياجور ويدخل اللاعب اللي تيلعب كثير على استقبال الكرات داخل المربع. تفضل سيدي. وما كاينش تغيير واش محله ولا ما تعرف لا ما تنعرفوش حاليا نبدل السؤال ما تنعرفوش لا ما يتقلقش تيصفر الاربيتر عاد تنعرفوا واش كان في محله. انا كندوك على الكاركتيريستيك دو جوار الكاركتيريستيك سي فري دو بروفيل ديفيرون سيغت حنا هضرنا عليها ما مره ما غاديش نعاودوها مي في لي سيركونستونس الماتش باسكو يا جور ملي طيحنا البلوك تخيبا ودرنا دو ريدو راه بقى تيجري بوحدو من قبل ربعه لي ديفونسور سي با ايفيدون. حنا ما محتاجينش بياجور كل ماس ياجور الى ديبلوكي الماتش سجل هدف اغلى هدف يمكن في هذه البطوله بوغ نو وخرج دار المهمه ديالو بسلام دخل لحمزه بورزوق باسكو علاش ملي طيحنا حنا هما ما قدروش يدوزوا في العمق ايزيت اوبليج دو باسي باغ الاطراف كما قلتي حنا سدينا قلت يدوزوا تي سونتريو
مي كي اوبليجي باش يدوزو من الاطراف باسكو حمزه سي ان اكروشور سي ان بوازون بور لا رولونس ادفيرس بقاتي بريسي عليهم تيخرجوا من الجناب ما خلاهمش يدوزو في العمق ولوكسكو نافي با لا بال تيقرب الرقم 25 ولا داك دو سانتوس ولا تا اوبليجي باش يبقاو في الجناب وكون شويه في الكوتي تما سع لي من ديالك او على اليسار تشو اوبليجي دو سونتري اذا هادشي كان جو بونس با اذا الا بغيت نجاوبك وي التغييرات كان في محلها وفي الوقت المناسب وعطات الاكل ديالها هذا جواب لهذا السؤال هذا الخاص بالتغييرات لان الناس كلها كتسول هذا التغيير هذا التغيير الاغنيه شنو هي اللي هز عليك الناس قالوا ملي قلتيها لا لا ما تكملهاش ملايش شنو هي اللي عايشين عيشه مهبوله تعلق بالرجاء تعلق بالرجاء نشدو يعني على الجمهور ديال الرجاء نشدو لا 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 شنو الاغنيه نقول لك شنو هي الاغنيه والله ما عارف والله ما تعرف والله ما تعرف اغاني الجمهور اسمحوا لي ماشي شي حاجه ولا حيت ما نقدرش ما عنديش الكاليتي نحفظها وصافي ما عنديش ديك الكاليتي غني معايا نغني انا ما عنديش والله ما عندي الكاليتي بالله انا واش نغني هذيك الكاليتي ما عندي غير ردد الكره غير ردد واخا سير سير دابا راه بحال سير اما معاك حافظينها سير 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 عايشين عيشة مهبولة خارجين على قانون الدولة دستوري الكورفة ونموتوا على شنكية الخضراء إياهو العزيزة داليو إياهو العزيزة تكيرو كي تربحو العزيزة داليو إياهو مفيدة تكيرو كي تربحي زاهية وكي تخسري هانية وكي نشوفك هادي هي الدنيا كي تربحي زاهية وكي تخسري هذه الاغنيه اللي كيغني كاروشي وحنا عودنا لكم مع الجمهور ديال فريق الرجاء اللي كنشكرك عادل على الاسبري باسكو في الاخر الفوتبول سي لو بليزير لو سبيكتاكل والحفله من غير لو سيريو التكتيك والتكنيك وهاد المسائل كاملين يعني اول البارتي الاولى ديال الاغنيه لا انا كنتبرا منها شخصيا كملاحظ انا اتبرا من البارتي الاولى ديال الاغنيه قانون اللعبه هذاك هذا قانون اللعبه فوالا juste بين قوسين يعني on peut être joueur ultra dans l'esprit واحد الجوار في نيس يلا دخلت الاسبوع من ما تجيكونش كونفوكي تجي طلعت هو الكورفا دخل لا هذا هو اللي كاين يعني عادي مسائل عاديه اتميم القضيه التميم هي المزيانه سي هلال غادي ندوزوا للماتش المقبل اللي هو مع فريق الدفاع الحسني الجديدي الدفاع تنعرفوا الدفاع ماشي بالفريق سهل قلال هما الفرق اللي قدروا يربحوا في الميدان ديالو قليله جدا لي ستاتستيك قبل ما نهضروا بصفه عامه المقابله كيفاش كتنتظروها كيفاش كتسنى التيران يكون بالجمهور عادل واش كتسنى الجمهور كثير كتسنى الجمهور عامر كتسنى التيران وخاصه ان الماتش غيجي نهار الاحد مع السبعه تفضل عادل احنا الجمهور ديالنا ما كيبخلش علينا بالتشجيعات ديالو احنا ان شاء الله كنتمنوا باش ندخلوا الملعب ولقاو التيران عامر ان شاء الله وحنا حاسين ان شاء الله بان التيران غيكون عامر انك تنتظرنا مقابله ماشي سهله ضد فريق الدفاع الحسن الجديدي وفريق الدفاع الحسن الجديدي اللي كيلعب كره حديثه وكيلعب كره حنا مناش كنتخوفوا كنتخوفوا من الفراقي اللي كيرجعوا لنا اللور اما الفروق اللي كيخرجوا يلعبوا معنا كره راه كنلعبوا كره وكتكون مقابله في المستوى الكبير كنتمنوا ان شاء الله باش الدور في واحد الاجواء مزيانه لان احنا صراحه ما عندنا حتى شي خيار من غير ثلاثه نقاط كنتمنى ان شاء الله باش تكون ثلاثه نقاط ان شاء الله في الضافنا ان شاء الله ضد فريق الرجاء البيضاء ان شاء الله هذا الاسبوع الدفاع اللي غيلعب الاربعه ما كتخوفوش من العامل اللي ظهر نهار الفتح ومع الماتش ديال الماس ضيع الفرص السهله كتضيعوا فرص سهله كتجي امام المرمى واش اللعابه ديك الساعه ملي كيوصلوا كيجيو ديك الفوغيه من اللعابه كتبغي تماركي الهدف كتنسى التركيز اللي كان لقيتها غاب ورجع عندكم في واحد المتواجزه وليتوا احسن الوجوه بعد ما كنتم بين الناس اللي ما كتماركيش بزاف ولا فريق الرجاء واقوى هجوم واش ما تخوفتوش في العام اللي ظهر نهار الفتح وظهر هذه المقابله هذه وضيع الفرص امام المرمى تفضل السي لقب نهضروا مع بليز دو تاي في هذا الماتش تفضل هو هذا ضياع الفرص اكيد بانها كانت تطرح اكثر من تساؤل لكن دو جوغ لوندوما يعني الدراري نفس اللاعبين ولاو احسن هجوم لا بروف كو يعني كان استعصاء كان مشكل في التركيز يعني با بلوس اذا فاحنا في واحد المسار ديال البطل وكاع الحظوظ قائمه ومصيرنا بين يدينا
يعني لا اظن بان اللاعبين غادي يكون عندهم مونك دو كونسونطراسيون. غادي يكون الجمهور ارضيه جميله، فريق اللي عندي اليقين غادي يخرج يلعب باسكو هو الفيز لو بوديوم، والدفاع الحسني الجديدي كبر مع المنافسات اللي دار بالمقابلات بلو كاليبر دي زادفيرسير كي لا رونكونتري، كبر بلا بيرسوناليتي ديال المدرب ديالو، شخصيته انعكست على شخصيه دو جروب، ونافي ان جروب سوليد سوليدير. حنا عندنا اليقين غادي يخرجوا يلعبوا معنا الكره، سي سا سكون فو. اذا ديما حنا شكون كي بروفيت هو اللي تيجي للتيران، هو اللي تيتبع عبر الشاشه. كومون اون فا جيغي سو ماتش، كومون لو بريبار، هذيك حاجه اخرى. القضيه كومون بريبار كومون جي، ما خيفش انت من القضيه انه ضيعتوا فرص. نهار الفتح ضيعتوا فرص هذا الماتش هذا اللي ما كانتش كتضيع نورمالمون خلال المباريات الاخرين تبعناكم فيها كامله، واللي ربحتوا فيها بحصص عريضه، من ربحتوا فريق قوي ماشي سهل اللي هو فريق الجيش الملكي بثلاثه، وقدروا تربحوا باكثر في هذه المقابله. تفضل سعدي. شحال مره دخلتي انت للكاري وشحال مره كيقول لك علاش عادي ما عطاش؟ هذا هو المشكل. هضره سهله الوقت اللي كنحط كيقول لك علاش ما ضربش، علاش ما ضربش، هي الهضره سهله بزاف. ايوا واش نقول لك، المقابله ضد الدفاع الحسني الجديدي اللي كنتمنوا ان شاء الله باش الفرص اللي ضيعناهم نعاودهم ان شاء الله في هاد المقابله. وثاني كره القدم ماشي ماض اللي غتدخل غتقول غنربح باربعه ولا غنربح بخمسه ولا راه كتدخل كتربح ولا كتخسر. كيجوك فرص كتماركي فيهم اهداف، المهم هو تخرج رابح، هذا هو المهم. المهم هو الانسان يخرج رابح بيان سور، لي 3 بوان اللي كيطالب بها الجمهور ديال فريق الرجاء الرياضي في هذا الماتش هذا اللي بصراحه يعني زعما يسمحوا لي تنزل جديده. تقدر تماركي خمسه وما تحافظش ملاحظين بغينا نعيشوا ذاك الماتش ديال تطوان والرجاء، يكون اللي ربح يستاهل وصافي. داكشي اللي كاين ابري مع التعادل يمكن اليوم ديال الكوكب اظن اول ربحوا مع الحسيمه. الحسيمه اللي ربحت بجوج يا ربي بينالتي كان ديال الفريق الكوكب ايزون غاتي لو بينالتي ماركو دونك جوج في حنا ما عرفناش بالضبط النتيجه غادي بالنسبه للفريق شباب الريف الحسيمي. يمكن الان هذاك الصف الثاني اصبح قريب من فريق الرجاء، مي الرجاء عندهم طموح اكبر هو الصف الاول بيان سور كما قلنا في هذه الماتش الجديده. الماتش الجديده هلال بدايه الاسبوع اللي غتبدا عندكم غدا، بالنسبه لي بليسور فين واصلين بالنسبه لفريق الرجاء؟ تفضل سيدي. وهو يعني بالمعاينه جوست ابخي لو ماتش ديال الماس ما كان يافي غيان سينيالي نسترجعوا متولي، واظن بان المجموعه كلها جاهزه باش نلعبوا هذه المقابله بدون ضغط، لحقاش حنا تنلعبوا امام جماهيرنا و فوالا تو سامبلومون. وحنا القضيه ديال الحفاظ على اللقب يعني مساله عاديه عندنا، لحقاش حنا ناتوشي السقف، حنا سون فيز شامبيون دو موند، يعني هاد الماتشات بحال هادو عشناهم وعاودنا عشناهم، ونا با بريسيون نو جوار. حنا الميساج تنديرو غيستي ديسيبليني، تعاونوا بعضياتكم، فيت فو بليزير اولا، ندخلوش لعبوا الكره اللي تنعرفوا، لحقاش الجماهير ديالنا راك عارفه كي دايره، تلعبش مزيان ما يجيوش بقاو في التلفزه. إذا داعي باش نعطيو المقابلة أكثر من الحجم ديالها، النقاط ديالها مهمة، ما هي مقابلة كباقي المقابلات. هي مقابلة كباقي المقابلات، النطاق ديال النقاط ديالها مهمة. لونطام دي ماتش كيفاش تقدروا تاخذوه؟ نفس التشكيلة هو شباب الحسيمي انتصر على فريق كوكب مراكشي بجوج واحد، بالتالي كوكب يمكن تضيع فرصة باش يبقى قريب من الصف الثاني، نو ضيع فرصة، باقي قريب لفريق الرجاء الرياضي. إلا خذا فريق الرجاء الرياضي 3 بوان هذا الأسبوع هنا في غندخلوا في نقاش اخر على الصف الثاني من غير الصف الاول. انت كيفاش من غير غيخرجوا يلعبوا كنعرفوا جديده بين الاشياء اللي كتشكل القوه ديالها هما الخط الهجوم بقياده اللاعب حدراف نونغوالاما وقرناص، وانتم كتعطيو دي زيسباس كتخليو الهاشمي كيطلع انت كتطلع الراقي كيزيد مع المهاجمين، ما متخوفيش من القضيه، غتعاملوا بحذر، غتحضيو مع اللعابه اكثر حددوا من اللعابه الاخرين، ولا غتدخلوا وحنا راه الرجاء وابخي ما غنشوفوش اللي ورانا. تفضل. حنا الطريقه اللي كنلعبوا بها هي اللي غنبقاو نلعبوا بها، كيف قال السي هلال بان هذه المقابله هذه غنستعدوا لها حنا كجميع المقابلات، مقابله ديال 3 بوان
كيف ما قلت لك حنا كنحترموا التعليمات ديال المدرب والطاقم التقني. كنتمنى ان شاء الله باش كيف قلتي كاينين كاين كنخليو ليسباس ما كنظنش عندنا على عندنا كوكو ولا الرقي. ولا الراقي اللي كيلعب واحد الدور كبير. الوقت اللي كنطلع انا راه كيكوفريني, الوقت اللي كيطلع هاشمي راه كيكوفريه كوكو. الحمد لله كاين واحد انسجام ما بين اللعابه كبير, وحنا القوه ديالنا في المجموعه. كنتمنى ان شاء الله باش هذه المقابله هذه نفوز ان شاء الله بهذه المقابله. Les SMS, استقرار أسري وسبب استقرار الكروي لما بدي. L'avant-dernière journée de la Ligue à 19h qui va être chaude. Tu m'as compris, monsieur Amine. Oui. On voulait que le match se joue le dimanche à 15h et 17h. Qui te dit l'avant-dernière journée des championnats. On va dire que le match est le plus important. C'est un peu le plus important. Tu as dit un message à Sahbi. واش شيطي علينا الفلوس وما عمرك قريتي لي شي ميساج. الله يهديك السي امين. والله خويا ما جاني شي ميساج حدايا بسميتك يجيني نقراه, ما عندي حتى مشكل. ساليو معك حكيم نكناس خويا عادل عفاك. بدات سونطري الكواري البورزوق راه شحال هذه ما ماركا بليز. هل يركز الرجاء المباراه المقبله تسجيل في الشوط الاول؟ خويا محمد امين معك مبارك. البطوله تقول انا رجاويه. عتمان الضربه بيضاء الرجاء مصيرها بايديها, واللاعبين خصهم يربحوا في التيران بطوله رجاويه وزمامه فينا هو. عادل كاروشي ميور غوشو ماروك بدون منازع. جو كومبخون با بوكو نا جامي او اون ديريكت لونترينور. سي فوزي البنزرتي, هذا سؤال سي العالمي. اون كومبخون با بوكو سي تيقول سي امين معك عبد الله المعارف. كنطلب من السي هلال وخويا عادل بغينا المشاركه العالميه. خويا امين معك عميد نسر الدراجه ومضرب السلطان. سول لينا واش دو سانتوس غادي يجي الرجاء. واش دو سانتوس غادي يجي الرجاء؟ شوما اصلا عندكم هذا اللعاب في التفكير ديالكم اصلا؟ هذا اللاعب ديال المغرب الفاسي ما عرفتش انا, ما عمري شفتو تيهضروا لي الناس مع احتراماتي. كيفاش كيجيك هو كامكانيات كلاعب؟ تيجيني لاعب مزيان صافي مي سبا ما نقدروش نحكموا عليه. ما غاديش تقدر تكون تصور على ان يكون عندكم دو سانتوس في التفكير. لا عندنا محسن, عندنا محسن. عندكم بالنسبه كاين محسن, عندنا محسن بالنسبه لفريقنا. دونك هذا ما تنظن سؤال صريح بالنسبه للهلال الطير في قضيه دو سانتوس. لاعب وسط ميدان ديال الفريق المغربي الفاسي. ما عرفتش الناس بزاف كتهضر عليه على دو سانتوس كلاعب اجنبي. يمكن كلمه لاعب الاجانب افضل. كواكو باتريك مثلا, لاعب حسنيه اكادير. وي ايفونا فابريس لاعب فريق الوداد. زوانا هادو لاعبين ممتازين وعندهم لامباكت سو لو جو. يمكن هو في الماس دار كويرات ولكن ما يكونش هاد لامباكت عليه. ولات سهله جدا تهضر على اللاعبين بهذه الطريقه وانك تعطيهم هذا المستوى. بون هذا كان سؤال الى قلت لك ما دخلشنا كاع في انا كنجي نلعب جون القوي ونوليو وما عرفنا كي غنولي هذيك الساعه غيولي المستمع ولا عنده الحق وحنا كنا كنخربقوا عليه. نعم والله لا بالعربيه بالفرنسي باش ما بغيتي. لا 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 دونك هذا جواب بالنسبه لقضيه دو سانتوس. هلال ابرز مميزات الرجاء بالميدان الهجوم الضغط. انك كتمشي وكتلعبوا لاطاكا وترونس. كيساهم مابيدي كيبلونجي متولي كيطلعوا لي لاتيرو مع فريق كيكسل في لي كونتر. كيفاش تاخذوا هذه المباراه؟ شنو هي الاشياء اللي غادي تاخذوها في الحسبان ضد خصم ماشي سهل والرهان ديالكم في هذا الماتش؟ واش تقسيم المباراه لفترات؟ واش دخلوا الضغط وتستافدوا من الحضور الجماهيري ولا كتلعبوا في اجواء ليليه؟ تفضل. وهو يعني ب ستاتيستيكمون بارلون ملي تنسجلوا مبكرا يعني تتساعدنا المقابله وتنماركيو يعني اهداف اخرى. وحنا امام جماهيرنا وفوق ارضيه جميله ما عندناش خيار. حنا تنلعبوا النمط ديالنا معروف مي لي فاري نقدروا نبريسيوه نقدروا مي كما قلتي تنشاركوا بزاف تنتصابوا بواحد عندنا واحد لا دونسيتي في واحد الكثافه عدديه في مربع العمليات ديال الخصم اكسبسيونيل. اكيد بان هذا الشيء نورمال كون تو برون دو ريسك اوفونسيفمون
تتخلي مساحات. مي حنا المشكل ما عندناش مطروح لا بروف، حنا احسن دفاع كذلك، يعني تنبقاو ديغيغ مي ايكيليبري، تيكون توازن، وين المرتدات الخاطفه ديال الخصم عندنا حنا عندنا لونتيدوت ديالها، عندنا كيفاش تنوقفوها. اذا لا خوف على الرجاء، فوالا تو سامبلومون. اكيد بان الدفاع الجندي ابار لا لين داتاك كي اولترا رابيد، عندهم كذلك دي مونور دو جو، فان كون بو ديزاكتيفي مثلا جو با دوني فوالا، مي هاد لي زاتاكون بوغ اتر دونجوروغ سو توصل لهم الكره. اذا فوالا حنا على حسابنا في راسنا، اون فيغا كي سوغ لو مي. بالنسبه للجمهور شنو كتوقع ليه، شنو كتسنى بالنسبه للجماهير فريق الرجاء الرياضي في هذا الماتش؟ هو دابا الجماهير نعشنا الامل ديالهم، يعني الرجاويين بارتو دون لو موند، في استراليا، في اليابان، في الهند، في السند، تاقوا في البطوله، خصنا ما نخدلوهمش. شحال هادي شهر ونص كنا في الرتبه 12، سي با غاف. انا جي اونطوندو دي رجاويين تيقول لك اللهم نكونوا غير في البوديوم. دابا الا قلت لشي رجاوي نكونوا في الرتبه الثانيه يقدر يرياجي بيزارمون. اذا حنا ونا با لو دروا ليرو، خصنا هاد البطوله نشوفها جوج كوبو. اكيد اللي مكتبه الله مرحبا بها، مي حنا دون نوطيت لو ديسكور، الخطاب اللي تندوزوه الي جوسكوبو، باقي لنا 3 ماتش غادي نربحوهم 3 باذن الله بالعزيمه بلو ترافاي، سي با كوم سا شفويا. وكل خصم نعطيوه حقه ونعطيوه المسائل ديالو، وكل ماتش عنده الرجالات ديالو. سي فري 3 ماتش تري ديفيسيل، واحد ما تيشبه الواحد، جديده ماشي هي تطوان ماشي هي اسفي، سي فري بالنسبه للجديده وتطوان il cherche le podium enfin Tétouan le متصدر خصو يحافظ على الزعامه ديالو اسفي الى روليغابل يعني سي دو طرفين نقيض يعني كل ماتش والماتش ديال تيتوان تولي عنده اهميه اكبر الى ربحنا جديده واش كنت غادي ندير اذا سي اون خايفش انت من هذا الضغط اللي غادي يجي على اللعابه هلال اللي غادي يولي خصهم ولا بد يربحوا جديده والجمهور دابا ماشي مخيفش ولا اللعابه ولفوا ولا الميكرو ميكرو يلعب كما اشار السي عادل. الشهيه ديال اللاعبين تفتحت لواحد الدرجه ما تصورش. حنا راه بارفورم تنديروا معاهم شي اجتماع تقني وعادل يولي يغني كي ديسكري عادل كي ديسكري محبوب الجماهير ايوا تحيه كاع اللاعبين بعدا لحقاش سي فري بارفور راه تنزبون بارفور ديك وان تيغني وتي يعني واحد لومبيونس ولات اكسبسيونيل. علاش لحقاش ولينا تقنا في القدور فان تقنا في حدودنا هذا هو اللي كاين وسي غراس او جوور غراس او ستاف تكنيك ميديكال ادمنستراتيف غراس او بوبليك راك شتي الجماهير اللي ديبلاصات لفاس راه انكرويابل داكشي راه بزاف انا فرونشمون شابو داك الناس مشاو لفاس وما يجيوش للمعارف فهمت انا راه التيران غادي يدور انا عندي اليقين مي هاد سي فري سيفدو حدين مي سي بوزيتيف بريسيون زوينه شنو لو ستريس في حد ذاته ولا الضغط ولا لو راه الفو جوست لو جيغي تقدر انا الضغط ويساعدني يولي طاقه ايجابيه ذهنيه باش الاداء ديالي يرقى. غياب الضغط في حد ذاته مشكل لا نونشالونس ما عندي غرض لو ديزونجاجمون بالعكس الضغط مفيد مي خصو يبقى في لو نيفو اوبتيمال. لو نيفو اوبتيمال شنو هما لي استراتيجي اللي تيديرو هما بعدا سونتري سور لاتاج سونتري سور بزاف ديال الحوايج لا ريلاكساسيون لي ماجري مونطال بزاف المهم لا ما ندخلو في التفاصيل مي راهم تيديروها اللعابه بلا ما يعرفوا بان هاد لا تكنيك سميتها هذا هو الاسم ديالها راه تيديروها. كذلك الخطاب حنا اللي تنمروه بحال غدا ان شاء الله في اول حصه تدريبيه الدراري هذا الماتش مثال سغا با لوكا هذا الماتش اللي جاي كونتر جديده مساله حياه او موت سا سي لا بريسيون نويزيبل كي بو اتر نويزيبل على لو روندمون دو جوار نو لو ميساج du coach principal, ça sera dans ce sens. Je ne vais pas prendre la parole, mais Fadel Tijer, parce que je le connais, c'est quelqu'un de très sage, de très posé. Tijer Khedemto, on m'a chichaf Shmoukabala, très courageux. Adil, il peut le confirmer. Et donc, nous sommes nous. Inch'Allah, Radit Kouna Tijer, Ijabia. Madame. Tout mes respects. الفريق الخصم بيان سور حنا تنهضروا على الراجل دابا الفريق الخصم عنده الناس اللي غيهضروا عليه وعنده الاخوه اللي غادي يتكلموا على فريق الدفاع الحسني الجديدي باش نقرا لي زي سي ام اس. سلام اخويا دو سانتوس لاعب عادي وحشومه راه حراني كنشوفوا ميسي في البطوله راه لاعب واعر حنا ما قلناش كاخويا لا والله انا بالنسبه لي قلت لك انا ما كنتش كنا راه عادي ولا خايب كودي راه واش هو ذاك اللاعب اللي كيتسناو الجمهور كامل هذا سؤال ابري رايك احترمه ما عنديش مشكل
بالنسبه لهم هما كالراجا كمسؤولين على الراجا قال لك ودير العام ما ندخلوش حنا في حساب سيتو بي ركزوا مزيان لعبوا بعقلكم قبل رجليكم الكره كيما درتي وحنا تلعب برجلك تلعب بعقلك تلعب بعقلك تلعب برجلك خويا امين كنقول خالد عسكري برافو كنقارنوك مع بوفون علي خالد سيني عبد الناد معارف مجدو بيدو فاس نطلب من السي الطير يتهلاو في الدراري وفي لي كادي راهم واعرين اي ميرسي طير ما بقاتش عنده علاقه بلي جون بعد ما كان مدرب ما بقاتش عندك علاقه ما عنده عندك مباشره ما عجبتكش ما بقاتش عندك علاقه خذ الميكرو خذ الميكرو العلاقه المباشره ما بقاش اكيد ان اشرفت موسمين على فريق الامل مي يعني عندي الانتماء هذا الارتباط العاطفي بالنادي تيجعلني نكون متتبع وهذا اكيد تنسمعوا شي اسماء واعده كاين لو ماناجور جينيرال كي سون اوكوب كاع الاطور التقنيه اللي تتخدم في الخفاء لا في المدرسه لا في الفئات العمريه اكيد بان غادي اللي من جد وجد اللي خدم راه غادي يوصل ان جوغ ليكيب ا وماشي بالضروره تلعب في الرجاء مباشره تقدر تمشي بوغ سو فورجي ان واحد يعني توجد شويه وترجع للرجاء فوالا حنا نقدروا نفورميو بوغ لو رجاء اي بوغ لي زوتر كلوب كذلك عادي سؤالين اخرين نتمنوا الاجابه تكون مختصره فقط لضيق الوقت اول واحد هو بالنسبه للجمهور الرجاء كيفاش كتوقعوا بالنسبه للماتش الجاي وميساج تقدر تعطي لهم مفتوح ما كاين حتى مشكل وشكون لارير غوش كيشوف عادي اللي يقدر يكون في لا ليست ديال سي زكي بادو المقبله ديال المنتخب اذا ما كانش عادي لو اللي كان عادي شكون يقدر يشوف عادي الكاروشي لا ليست اللي غتعطى غدا ولا بعد غدا لا بعد التقدير تفضل سعد باقي ما جاكم والو هنا في الاداره دونك ما كاين والو تفضل سعد انا شنو نقول لك انا صراحه الجمهور ما غنهضرش لان عارف الجمهور غيحضر ان شاء الله بكثره وغيجي يساندنا كنتمنى ان شاء الله كيف متعود يساندنا من اول دقيقه حتى لاخر دقيقه وحنا اللعابه كاملين كنواعدوهم بان ان شاء الله غنقوموا بواحد المقابله كبيره وغنديروا اللي علينا كنتمنى ان شاء الله بهذيك المجهودات اللي غنبذلوا ما يمشيوش هباء منثورا فيما يخص لارير غوش باش يكون منتخب شكون لارير غوش انا هذه المساله ما نكذبش عليك ما نقدرش نهضر فيها سي بادو الزاكي هو اللي غيعرف اللاعب المناسب في المكان المناسب وكيف ما كان الحال انا كنحترم الراي ديالو كيف ما كان وانا كلاعب ديال كنلعب في البطوله المغربيه وكمغربي وحبي لهذا الوطن هذا اللي كنتمنى ان شاء الله وهذا حلم ديالي اللي كان كيراودني منذ الصغر ديالي لان كنتمنى باش نلعب في المنتخب الوطني كنتمنى ان شاء الله باش نكون يكون عادل الكروشي ولا ريركوش علاش لا هذه اللي كنتمنى ان شاء الله وكيف ما كان الحال انا كنحترم السي الراي ديال السي بادو الزاكي شكرا سي عادل الكروشي شكرا هلال طير شكرا لجميع المستمعين الاخوان منير عطيف الاخوان قدروا تلقوا الحلقه مسجله بالاغنيه ديال سي عادل الكروشي الى مشتوا الفيديو داكشي تقدروا تشوفوه هنا في التيران ديال الرجاء في 3w.rajacasablanca.com بعد قليل برنامجكم تشكيله مشكله الى اللقاء